FM. الكلمة ليك. تحت الفرصة أنا حبيت بعد تحية للضيف الكريم حبيت نوضح بعض النقاط. ماذا بي ثم نقطة إنفوبرتوت المرة لآخر مرة في مسألة النائب ومسألة النائب المزيف اللي يدخل في الجلسة الافتتاحية مجلس نواب الشعب. هذا الموضوع حسم فيه القضاء بشكل نهائي وبشكل بلد، والسيد تمت محاكمته ودخل السجن وقضى سنة السجن، وإحنا واجهناه وكافحناه، وإحنا اللي قدمنا به قضية، مش إحنا كنا الطرف المظلوم في العملية هذه والطرف المستهدف، وإحنا قدمنا قضية والقضية هذه تم البت فيها من قبل القضاء. اللي عنده مشكل مع قرار القضاء يقول عندي مشكل مع القضاء، مش عندي مشكل مع عماد الدامي، ويرجع يجبد الحكاية وكأن إحنا الفاعلين، والحال أن إحنا كنا ضحية في عملية تحيل حصلت في عملية تحيل حصلت في مجلس نواب الشعب. أنا الموضوع هذه يتوضح من هنا فصاعدا، اللي عنده مشكلة مع الموضوع هذا يطرحه على القضاء ويقول عندي مشكلة مع حكم القضاء، مش معنا نحن في الموضوع. النقطة الثانية فيما يتعلق بمسألة التهريب، نحب نوضح كلامي. أنا وقت حكيت على دربي البارح أستاذي الكريم ما قلتش دربي بين المهربين والدولة، قلت اللي أراه اللي صار هو تحرك اجتماعي، تحرك مدني سلمي عملوه مواطنين من أهل بن قردان. البارح قلت البارح لأيامات اللي فاتوا الشخص اللي توفى هو الحالة رقم 47 في ظرف سنوات معدودة يموت بالكرتوش وهو يقوم بالتهريب فعلا، ولكن تضربه بالكرتوش. الحالة رقم 47 يحسبوا قداش من أرملة ومعناه يتيم والدين وزوجة ثكلة وغيرها، أم ثكلة وزوجة أرملة وغيرها. فهذه الحالات، الحالة النفسية اللي صارت عند الأهالي، خرجوا يحتجوا أهالي بن قردان وما يحتجوش، يحتجوا على عملية القتل. تحب تكافح التهريب كافح التهريب، أما لا تستعمل الرصاص الحي بالشكل هذا. يراه الناس نزيف كبير برشا، راهو حالة خطيرة جدا نفسية تعيشها الأهالي في بن قردان. وقت حكيت على الدربي قلت راهو الناس كي خرجت تتحرك سلمي، ثم مجموعة قليلة متنطعة من الناس ما همش شباب صغير. على فكرة التحرك السلمي يأثر فيه اتحاد العام التونسي للشغل المحلي واتحاد الصناعة والتجارة والمجتمع المدني وكبارات بن قردان. وقت يجوا سلة قليلة من الشباب المتنطع اللي هم ضد القانون وعملوا العملية الإجرامية هذه بحرق المعدات، أراهو كما شبهتهم بالقلة القليلة في دربي اللي ما يقبلوش بالماتش ولا بالنتيجة يمشوا يعملوا العمل هذه. فأنا الدربي ليس بين المهربين وما بين الدولة، وإنما اللي كنت نحكي فيه هو يتعلق أساسا بحركة احتجاجية اجتماعية على مشكلة حقيقية. سأل مشكلة حقيقية رأي أستاذي في بن قردان، رسم البلاد مخنوقة ما فيها حتى نشاط اقتصادي. أهالي بن قردان مضى بهم الكل لبسين كوستيم وكرافات ويخدموا في الإدارات، مضى بهم الكل هيك ولا يخدموا في المؤسسات، لكن الناس هذوما اللي ضحوا بحياتهم ويموتوا يمشي يخدم على 20 دينار في الشهر ويهرب لشكون؟ يهرب لرجل أعمال موجود في تونس، هبت البرد، هبت بطه كامل في برد طرابلس على خاطر ما يحبش يخلص الديوانه في تونس، ويدخل فيهم بالكميونه على الحدود من تونس، والبن قرداني يخلص 20 دينار و25 دينار ويضحي بحياته باش السلعه توصل للسيد اللي لابس كوستيم وكرافات وموجود في راتس وموجود في تونس العاصمه. سي عماد بعد النقطه لو تسمح لي نتفاعل معك، العمليه الخطيره اللي قاعده حاصله. سي عماد لو تسمح لي نتفاعل معك، وانا عندي احترام شديد ليك وعارف ربما احترام متبادل. شوف احنا ماناش نحكيه على مهرب عنده جنسية بن قردان، احنا نحكيه على المهرب كائنا من يكون، لكن اللي موجود في المنطقة الحدودية هذيك. يعني يظهر لي جيش وقت يطلق الرصاص في المناطق العازلة ما هوش يطلق الرصاص على خاطر شافه من بن قردان، على المهرب اللي تحكي عليه هذايا من تونس ولا من غير تونس ولا كذا. مش معقول يا عماد اليوم باش انسان عنده معمل في تونس يدفع اللامبو نتاعه ويدفع السينسيس نتاعه ويخدم في مئات العائلات التوانسه، يجيه واحد يجيب له نفس السلعه ويصدر ويجيب عمله صعبه، يجيب له واحد نفس السلعه باشترى الحق وبالبوع الحق. عائلات تونسيه معامل قاعده تسكر، شفت قطاع النسيج كيفاش معناها بالالاف
المؤسسات اللي سكرت لابد من التصدي. يعني انا شنو اللوم عليك بكل ود وبكل في الحقيقه بكل تقدير، وانه معناها تحمل صوت اسمح لي في الكلمه المهربين هذوما والدافع عليهم في المنابر الاعلاميه، ان شاء الله تراجع شويه الموقف هذايا، لانه بقيت التوانسه ما همش مستعدين باش يسمعوا الكلام هذايا يا سي عماد. وانه مثال شو المهرب في بنقردان ولازمنا نضربه نتاع رادس، نضربه نتاع رادس ونضربه نتاع المهرب اللي في بنقردان ونضربه جميع المهربين حتى نجموا منع اقتصاد بلادنا. يا استاذ هذا اللي حاجتي بيه، انا حاجتي الموضوع هذايا ما ننظروش نظره قاصره. بنقردان مدينه فيها 70,000 ساكن، المدينه هذه ما فيها حتى نشاط اقتصادي، ما فيها حتى معمل. هاو تجي تعمل التروت تتصداو لك يا اخي، قداش عنده مشكل التروت يعني؟ يا استاذ استناني شوي. التحركات اللي حصلتها ليمات حصلت كيفها في 2009 وخرجوا ناس في رمضان وتذكروا الناس الكل، وصارت احداث كبيره برشا في عهد بن علي، وخرجوا قبلها في عهد بورقيبه، والناس طالب بتنمه ويقولوا ماذا بين المعبر ما بين راس الدير ومعبر راس الدير ماذا بين يتحول الى معبر سياحي، واحنا في جهتنا راهي الناس ما عندهاش ما تخدم غادي. واضح وصلت الفكره سي عماد. سي عماد سامحني، انا نائب على الجهه ندافع عن التنميه. يا سي عماد فماشي تنميه من غير اوتوروت؟ فماشي تنميه؟ شكون المستثمر اللي باش يجيك وهو ما عندوش اوتوروت؟ ندافع يا راجل الاوتوروت عندي مده ندافع. يا اخي المراه اللي تخرج حبله في امبولانس ما خير تتعدى في اوتوروت من بنقردان، تخرج حبله باش تمشي للسبيطار ما خير تتعدى في اوتوروت ولا تتعدى في طريق محفره؟ كابا فان الكلمة ليك.